يا صباح العسل والجمال، احلى ناس في الدنيا كلها. دلوقتي بتمشى في شوارع الفاتح، منطقه الفاتح في اسطنبول. بكره ان شاء الله نكون كملت في تركيا شهر بالتمام والكمال. اتاخرت عليكم في الفيديوهات انا عارف، ولكن في اسباب قويه والله العظيم لكده، وهقول لكم عليها النهارده. واحنا بنتمشى دلوقتي ونعمل جوله في شوارع اسطنبول في اكتر من منطقه من المناطق السياحيه، اوريكم الاجواء هناك ماشيه ازاي، اوريكم الدنيا هناك ماشيه ازاي، ونتعرف برضو على كذا حاجه وعلى الاسعار وعلى حاجات تانية كتير، واحكي لكم ايه اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا وليه اتاخرت في الفيديوهات كده. هنعمل ايه اليومين اللي جايين؟ يلا بينا. المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي زي ما قلت لكم منطقه الفاتح، ولكن ده القسم مش للسياح قوي، يعني بعيد شويه عن المنطقه اللي فيها سياحه. كل ما بنمشي في الاتجاه ده بنمشي في اتجاه جامع الفاتح وما بعده، يعني ده الاماكن اللي بيبقى فيها فنادق كتير وفيها سياح كتير وهكذا، لكن هنا معظمهم اهالي ودول الاتراك، ودي عيشتهم وحياتهم وكل حاجة، الحياة الطبيعية. يعني شوارع اسطنبول بقى وانت ماشي فيها عايز صحة، لانك زي ما انت شايف كده كلها طلوع ونزول، وانت نازل الدنيا سهلة وجميلة، لكن بقى لما تيجي تطلع لفوق كل الشارع بقى كده وانت طالع، المشي هنا متعب والله. وكمان المدينة كبيرة، مدينة كبيرة جدا، من مكان لمكان ممكن تاخد ساعة ساعتين بالمواصلات العامة. يعني هنا بيبقى فيه زي حدائق، يعني جنينه صغيره كده، بيبقى فيها كام مكان للاطفال يلعبوا فيه زي ما انتم شايفين. كل الكلام طبعا مجانا، يعني اطفال يلعبوا وبتاع وهكذا. عايز بقى اقول لكم على حاجه كمان، اسطنبول فيها كميه عرب كبيره جدا جدا جدا. هنطلع دلوقتي على منطقه اسمها يوسف باشا، مش بعيد مننا حوالي 10 دقايق مشي. نشوف هنفطر ايه هناك، ناكل لقمه كده في السريع، واحكي لكم هناك ايه اللي حصل، لان حصل معايا موضوع يعني خسرني كتير وقت وفلوس، حاجات كتير قوي. وبعد كده احكي لكم القصه ونطلع بقى على ايمينونو، يعني من الاماكن السياحيه النشطه جدا، ونعيش هناك الاجواء شويه ونشوف بعد كده هنروح فين. جيت دلوقتي منطقة يوسف باشا هنا، بس ما لقيتش حاجة كويسة، فهطلع على ايمينونو ومعايا كرم. مسي على انا مالي، مسي على الناس مش عليا. ازيكم يا ناس؟ ناخد الترماي دلوقتي نطلع على الايمينونو. هو ده اللي بيروح؟ أدانا محطة ايمينونو بقى، محطة ايمينونو حيث الزحمة. تعالى نطلع من الناحية التانية ونطلع من النفق. ايمينونو زحمة جدا جدا يا جماعة، لأن هنا كل السياحة وكل الدنيا، وأشهر منطقة سياحية تقريبا. تعالوا ناخدوا فيها جولة. دي بقى منطقة ايمينونو، منطقة واسعة جدا. لسه عندك برضو ده سكوير ميدان، وهناك قدام برضو في ميدان تاني. المسجد هنا ده مسجد ايمينونو ولا مسجد ايه؟ أنت ما تعرفش أي حاجة يا كرم، قاعد عايش في تركيا أوانطة الأوانطة. المهم جعان قوي، مش حاجة ناكلها دلوقتي. هناكلوا إيه؟ عايز احكي لهم قصه اللي حصل معايا والفتره اللي فاتت، وايه اتاخرت في الفيديوهات. قصه ممتعه، قصه طويله. المهم هناكل ايه بس؟ يلا. البحر والكروز وكل الكلام ده، الترماي، كل العبارات دي بقى اللي بتطلع على الجانب الاسيوي، وبتطلع على كل القصص والروايات اللي هناك. بص الناس كتير قوي، بص الكوبري مليان ناس، الدنيا هنا مليانه ناس. عم تصيد هي كل العالم. هنعيش الاجواء دلوقتي، هوريكم. بص هنا المحلات دي بقى حلوه قوي، الحاجات الخفيفه زي الفطار. امسك كده شوف هتجيب لنا ايه، حاجات زي دي كده، بس الاسعار يعني مش رخيصه، لان المنطقه دي منطقه سياحيه. مثلا بيقول لك دي ب 60 الواحده، هنا مثلا الطبق ب 30، في حته مش كل دي ب 30، دي ب 12، دي ب 12 ليره. تمام، انا 10 10 ليا. والله انت حبيبي، انت ايه، انت معلم معلم معلم، انت حبيبي. يلا هو فاكرنا هناكل واحنا ماشي، فايه قعدنا هنا ماشي مش مشكله. ب 10 ليره نفطر فطار خفيف ونقوم نتمشى شوية. يلا بينا. بصوا يا جماعة الزحمة عاملة ازاي؟ المنطقة دي زحمة جدا، لأنها كلها سياح من أسهل المناطق هنا، وده السوق المصري. جوه بقى كل حاجة ممكن تتخيلها، توابل وشوكولاتات وحلويات وذهب وفضة، كل حاجة كل حاجة هتلاقيها جوه. ده بقى بيمشي كده بالمية، بيبيع مية في الشارع. ده انتوا شايفين كده الدنيا هنا عاملة ازاي؟ زي ما قلت لكم يعتبر من ازحم الاماكن وانشطهم في اسطنبول. ولكن خلي بالك ان السوق ده
برغم ان هو زي ما انتم شايفين كده في ناس كتير جدا وزوار كتير جدا، لانه بيقفل بدري، بيقفل الساعه 6 او 7، والمنطقه دي على الساعه 8 9 بتلاقي خلاص. بص بص مفيش حد ماشي فيها الا بقى شويه ناس سهرانين على البحر نفسه وعلى الكوبري وهكذا، سهرانين شويه مزيكا بتلعب بالليل وهكذا. ازازة المية في اي حتة بره بتلاتة ليرة صغيرة، في سوبر ماركت بتقريبا ليرة ونص. لا قعدنا بقى شفنا مكان ضل كده عشان احكي لكم القصه وايه اللي حصل بالظبط. تعالى نمسك المايك في ايدي. اللي حصل ان من 4-5 ايام بالظبط كده كنت رايح اصور فيديو في مزرعه خيل، فلقطه من اللقطات كان لازم ان انا اخد الخيل في المايه على البحر واجري بيه على البحر بسرعه يعني. فالخيل كان بيخاف من المايه، فجرأته شويه شويه، المهم نزل. فلما نزلنا وفتحنا سرعه، في موجه جت خبطت في وش الحصان، فالحصان زي ما بنقول كده وقع يعني كبوه. فلما وقع حاولت انا اطلعه، انا ما وقعتش عليه، فضلت ماسك نفسي عليه وسحبت الحصان عشان اطلعه بره على الشط. وبعد دقيقتين من المعافره كده مع الميه والحصان طلعنا المهم على الشط. طلعت الحصان بره وانا على ظهره بحط ايدي بقى في جيبي، ما لقيتش الموبايل في جيبي. اكتشفت ايه بقى؟ ان الموبايل وقع في البحر، وكان بحر مش بحيره يعني، فالبحر بقى موج عالي، الموج خد الموبايل وراح. فقعدت بقى فتره كام يوم من غير موبايل خالص، ما بعرفش اصور اي حاجه، ولذلك الموضوع ده خسرني ماديا وخسرني من ناحيه الوقت حاجات كتير قوي، فاتاخرت على فيديوهات. ده السبب الاخير. لكن انا وعدتكم من اول ما طلعت من روسيا ان لازم على الاقل كل يومين فيديو، بحيث ان اشارك معاكم اليوميات وايه اللي بيحصل وكنا فين ومرينا بايه ووصلنا لايه وكل حاجه. اول باول فيديوهات عباره عن يوميات، مش فيديوهات اللي هو بعمل مثلا حلقه عن حاجه بعينها او عن موضوع بعينه، لا اللي هي يوميات يوميات يوميات، مع طبعا حلقات اللي هي عن حاجه بعينها مثلا لو لقينا حاجه في الطريق تستاهل يعني. فللاسف انا انشغلت الفتره اللي فاتت بالانستجرام قوي، لان عندي شغل كتير قوي على الانستجرام، والحمد لله في تفاعل قوي على الانستجرام، فبدات ان انا اركز على الانستجرام اكتر. وشغل التصوير والمونتاج وكل الكلام ده انا بعمله بنفسي، تصوير مونتاج فويس اوفر، سفر من مكان لمكان عشان اصور فيديو معين. فللاسف انا انشغلت بالانستجرام وجيت على حساب اليوتيوب شويه، لان انا بكره ان شاء الله يكون بقالي بالظبط شهر كامل في تركيا. نزلت تقريبا في الشهر ده 3 فيديوهات تقريبا على ما اتذكر او 4 فيديوهات. فطبعا يعني اتاخرت جدا عن المعدل اللي هو المطلوب، اللي هو فيديو كل يومين بالكتير قوي. فان شاء الله من هنا ورايح بقى هركز على اليوتيوب شويه، ممكن نخلي فيديوهات قصيره، ممكن نخلي فيديوهات بسيطه ما فيهاش مونتاج وما فيهاش حركات كتير عشان خاطر اوفر في الوقت، بحيث ان انا اصور الفيديو اجمع الفيديو اللقطات اللي صورتها من اليوم كله وارفع لكم الفيديو. يبقى انتم متابعين كل حاجه معايا باستمرار وعايشين السفر مع بعض وعايشين الحكايه وعايشين القصه مع بعض، وفي نفس الوقت ما بتاخرش عليكم زي اللي حصل الفتره الاخيره. بس هي دي القصه للاسف الشديد. عادي، هو جه في وقت مش يعني مش مستعد خالص لاي خسائر، زي ما انتم عارفين طلعنا وسيبنا الشغل في روسيا وعايزين نعمل رحلتنا حول العالم، فالعقبات والحاجات بتبقى في الطريق دي احيانا كده بتيجي في وقت، او هي دايما بتيجي في وقت مش وقتها، ولكن كل دي تحديات وكل دي اختبارات، واحنا ان شاء الله نمر بالتحديات ونمر بالاختبارات دي كلها لحد ما نوصل ان شاء الله ونحقق الحلم الكبير اللي انتم عارفينه وقلت لكم عليه قبل كده. وانتم طبعا هتشاركوني كل القصه وتعرفوا كل الحكايه ونعيش كل الكلام ده مع بعض. بس دي الحكايه، يلا بينا بقى نتمشى شويه اوريكم ايميونو واطلع على البحر هناك، اوريكم العبارات والقصه دي، ونقفل الفيديو بتاع النهارده. وان شاء الله انتظروا كل يومين فيديو بالكتير لو ما كانش كل يوم يعني. يلا بينا ننزل نفق هنا عشان نعدي الناحيه الثانيه. بصوا الناس، مولد مولد وصاحبه غايب، هو النور قاطع في النفق ولا ايه؟ تصدقوا النور قاطع في النفق؟ انا جيت نورت البيت يا جماعه. على مهلك يا امي، على مهلك على مهلك على مهلك. هنا بقى المنطقه زي ما انتم شايفين كده، كل اللي ورايا ده مراكب سمك
سندوتش سمك المشروع اللي في تركيا بيتعمل هنا. يا بار يا بار يا بار. عربيات الدقيق طبعا ميه المخلل وهكذا. هنا بقى ده كده سوق السمك بس اكل بس مش بتشتري يعني ولا حاجه. تعال بص بص. بص هنا بيجيب الناس ويبعتهم للمركب. طبعا هنا المراكب كلها جنب بعضها فايه كل واحد بقى ليه اللي بيجيب له الناس يعني فاهمين ازاي؟ المركب جوه في المايه بيطبخوا السمك ويظبطوا والناس تقعد هنا. تعالوا اوريكم مثلا بيطبخوا ازاي. ادي السمك بيتطبخ عندك جوه كده وهنا يتباع 45 ليره دلوقتي. وده بيلف بميه مخلل حرفيا مخلل بالميه بتاعته هنا بيشربوه. خربانه الدنيا خربانه الدنيا هنا يا معلم خربانه. عدينا بقى الكوبري ده من نفق تحت الكوبري كده الناحيه الثانيه. وهنا برضو بقى الجزء بتاع العبارات اللي بتروح على كل الجانب الاسيوي. بتروح فين؟ جزر الاميرات بشكتاش تعمل لك لفه بالبوسفور. لفه البوسفور والبشتاش واسكودور. اسكودار وجزيره جزر الاميرات. هنا برضو زحمه وناس كتير جدا. بصوا كده هنا بتعدي العباره كاداكوي. العباره دي رايحه كاداكوي. شايفين الكروز اللي واقفه هناك دي؟ دلوقتي هناخد الترماي ونطلع على هناك عشان عايز اصور فيديو للانستجرام من هناك. هناك مول معروف قوي اسمه جلطة بورت. يعني هو مول وفي نفس الوقت مينا والفيو من هناك خرافه. الاطلاله خرافيه وفي قعدات هناك حلوه قوي. فهعمل فيديو من هناك للانستجرام. وخلينا هنا بقى ننهي فيديو اليوتيوب بتاعنا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت وظبطوا الدنيا دي كلها علشان شويه نشاط على اليوتيوب محتاجينه الفتره الجايه عشان بقى لنا فتره نايمين قوي على اليوتيوب. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.